اليوتيوب بصراحة علم عليك يا جو، والفترة اللي جاية عليك شكلها كله ضرب ضرب، مفيش شتيمة ولا ايه من اليوتيوب، وشكله ناوي يعلم عليك مرة واتنين وتلاتة، زود من عندي أربعة وخمسة. لازم يا برو تخاف على نفسك. اه امال اليوتيوب مستحيل ينسى هجومك عليه من خلال عناوينك اللي كنت تهاجمه فيها. مثال، اليوتيوب عايز مننا ايه؟ اليوتيوب بيعمل اعلانات على قنوات غير مفعلة، راسلت فريق الدعم وحشرته وخليته مو قادر يرد، اليوتيوب تحديثاته مرة مو حلوة وبيخسر منشئ المحتوى، اليوتيوب بيتحجج وبيقول ما دفعوش المعلنين في ايه، وطبعا اليوتيوب من خلال مهاجمتك ليه بالطريقة اللي بتكتب بيها عناوين الفيديوهات بيعتقد انك من طرف شركة التيك توك او غيره، بتخوف منشئ المحتوى من الاستمرار، بيعتقد انك بتاخد فلوس مقابل عناوين مضللة، وراح صدقني تبلع انذار قريب وانذار كمان من خلال وضعك كل اسبوع قناة منشئ محتوى وضعك للقناة، يعني تعتبر تبادل وفي شرط ممنوع. برو خاف على نفسك ولازم تحط صورة شبشب تروح العين، اكيد حسدوك يا جو، ولا خد شعليه من القناة علشان تروح. امزح برو، يلا بشوفك قريب يا ابن آدم. لو اجتمع الإنس والجن على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا قد كتب الله عليك، وأنا مؤمن بربي، وأنا متأكد من خلال مسيرتي الحياتية من أول ما اتسرق مني مبلغ مهول وأنا عيل صغير، وسافرت أول ما رجعت من السعودية، وأنا قاعد عند حضرتك دلوقتي وبكلمك، من خسارة الحاجات كتير جدا انا عمري في حياتي ما شفت اي خسارة الا كان وراها مكسب كبير جدا من ربنا عز وجل، ماشي؟ فانا عندي ايمان بربنا ومتوكل بيه، ولو اجتمع الانس والجن على يدروك لا يدروك بشيء الا قد كتب الله عليك، فانا متأكد ان ربنا هيكتب لي الخير ان شاء الله. بس اللي بحب ينصح حد بينصحه بينه وبين نفسه. لو انت شايف ان انا اخطأت مثلا، ان انا بوضح لك اخطاء اليوتيوب والمشاكل العامة على الكل وبحسسك بالإحساس اللي أنت بتحسه، أو لو أنت واضح إن أنا بساعدك من خلال وضع منشئ محتوى، فأعتقد الكلام ده أنا معاك فيه، هبطله إن شاء الله. شكرا جدا على نصيحتك وبشكرك جدا على كل كلمة قلتها. بالنسبة لحسدوك يا جو، أنا عمري في حياتي ما حطيت بيني وبين نفسي إن ممكن يكون حد حسدك. أنا مؤمن جدا بإن ربنا، إن الأذكار، إن تستغفر، تصلي، وربنا بيكتب لك اللي انت فيه واللي انت عايزه. مؤمن بالحسد ومؤمن بوجود اي حاجة يقول ربنا عليها، ولكن احنا مسلمين نتوكل على الله في حاجاتنا وفي شغلنا وفي كل حاجة. بس عايز اوريك بس الفرق بين التعليقين. بص التعليق اللي تحتك، ما تخافش انت ذكي وهتكمل ان شاء الله. عالم انثى، انا بشكرك بجد، انا بشكرك من بعد ما قريت الكلام ده كله، انتي اللي اثرت فيا بالايجاب، فانا بشكرك. على قد ما كنت انا بديكوا طاقه تحفيزيه، ولكن الكومنت ده لوحده طاقه تحفيزيه. هنكمل مكملين موجودين متفاعلين في المتوحد فكره، اعتبرها نفس السياسه. انا عندي وقت اعمل المتوحد فكره 100 فيديو في اليوم، وعندي فيديوهات اعملها 100 فيديو في اليوم، ولو اليوتيوب عمل اللي يعمله انا ما عنديش اي مشكله طالما انا عندي حب الناس. اعتقد ان حضرتك لما سرقت اسم قناتي الجديد اتمنى يكون عجبك برضو. انت كده برضو ايه بتنصحني، صح؟ شكرا. توكل على الله وصف النية. انت ونصيحتي ليك زي انت بتقول لي اخاف على نفسي، اتعلم لغة عربية عشان تعرف تكتب معظم الكلام، لان معظم الكلام فيه مشاكل لغوية كبير جدا، حتى مشاكل كتابية، وحاول انك ما تطلعش بره سياق كلامك. يعني شكرا للجميع.